هل في نيتكم توجيه خطاب إلى العالم غير الإسلامي؟ هو المسلمين سامعين من عندنا حتى نخاطب غير الإسلامي. هل في نيتكم توجيه خطاب إلى العالم غير الإسلامي أو الغربي، موضحين فيها سماحة وإنسانية دين أهل البيت عليهم السلام الخالية من الإرهاب والذبح والأعمال الوحشية التي شوه المخالفون من خلالها صورة الإسلام الناصعة؟ الغربيون يعرفون الحقيقة، يعني على مستوى الحكومات الصورة واضحة عندهم، على مستوى الدوائر الأمنية والنظامية الصورة واضحة عندهم أن الشيعة أبعد ما يكونون عن الإرهاب، هذه القضية واضحة عندهم. الجو الإعلامي والجو الأكاديمي المثقف هذه الصورة واضحة عندهم. نعم المجتمع في الشارع لا يعرفون، لأن المجتمع في الشارع لا يعرفون عن الإسلام سوى محمد اسمه نبي الإسلام، القرآن البعض يعرف هذا الاسم، أن المسلمين عندهم كتاب اسمه القرآن، يعرفون الحج من خلال أخبار الحج في التلفزيون أن المسلمين يحجون، الآن يعرفون أيضا شهر رمضان باعتبار أن الجالية الإسلامية صارت كبيرة في الدول الغربية، يضاف إلى هذه المصطلحات الإرهاب أسامة بن لادن الآن أضيف إليها داعش، وأيضا في الزاوية إيران وحزب الله، هذا الذي يعرفه الشارع الغربي عن الإسلام. لكن الحكومات والأجهزة النظامية والأمنية الأكاديميون المثقفون يعرفون هذه الحقيقة، والدليل الواقع الموجود على الأرض، المؤسسات الشيعية لا تحاصر لا تراقب لا تنصب فيها الكاميرات، بينما المؤسسات السنية مراقبة محاصرة تنصب فيها الكاميرات، الاعتقالات في الأوساط السنية كثيرة، بينما في الوسط الشيعي لا يوجد شيء، لأن الصورة واضحة عندهم، واضحة عند الحكومات، واضحة عند الأجهزة الرسمية. طبعا هناك خلل عندنا، وهذا الخلل ليس فقط في الخطاب الموجه للآخر غير الشيعي، هو حتى في الوسط الشيعي هناك خلل. نحن عندنا خلل كبير، القضية مشكلتنا كبيرة جدا، وحتى حينما نتحدث سنكون عملاء. أنا منذ سنين طويلة وقطعا حديثي لا يؤثر لا قيمة له، ولكنني أقول قلت هذا إجابة على هذا السؤال، وموجودة أحاديثي على الإنترنت، مرارا أقترح وأقول يا أيها الشيعة، يا أيتها المرجعيات الشيعية، ليكن هناك تعاون شيعي عام، ليس من شخص واحد أو من طرف حتى يتهم بالعمالة، مع الدول التي تقاوم الإرهاب، واعزلوا الشيعة عن غيرهم. لو أن الشيعة يفعلون ذلك القضية تختلف جدا يعني. لكن هذا الأمر حتى حين أتحدث به أنا أو إذا تحدث آخر، سيوصف هذا الشخص بالعمالة وسيوصف بالأوصاف الأخرى التي تعرفونها. نحن نعاني من واقع متخلف إلى أبعد الحدود، ووالله لو أريد أن أحدثكم عن حالة التخلف الموجودة في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية فإنكم لن تصدقوا كلامي. لو الآن أريد أن أحدثكم عن مستوى التخلف الموجود، عن مستوى التخلف العقلي والثقافي والحضاري وعلى جميع المستويات، إذا ما حدثتكم لن تصدقوا كلامي. ولو كان غير هذا لبان، ألا يقولون لو كان لبان؟ لو كان غير هذا الذي أنا الآن أكذبه وأدعيه كذبا لبان، لو كان لبان. ودائما أردد هذه الكلمة، أقول كذبوني ولو بلقمة، الآن أيضا كذبوني ولو بلقمة.